يلا كل اندومي تسدد ولا ما الاندومي غلط على الاطفال؟ الاندومي غلط على الاطفال؟ يعني الاندومي غلط على الاطفال ومش غلط على الكبار؟ اجال الواد يا بنت بطل التفاصل يا بنت يا تفصل. وربنا انت رجوله يالا شاطر يالا عشان تبطل تفاصل البت دي. بص كل ما تعمل معاك كده اللي بلاها حاجه على وشها على طول عشان تبطل طمع وتفاصل تاكلك بعد كده. رجوله يا بصي الاندومي بتاعي حرام عليك. لا الاندومي مش بتاعك يا تفصل، الاندومي بتاع عمر واحسن، تستاهلي جدع يا